السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر. احنا كنتواجدوا حاليا بمقر جماعة عين شقف تابعة لإقليم مولاي يعقوب. اليوم كاينة الدورة العادية، ياك الدورة العادية لجماعة عين شقف اللي مازال ما سالتش في هذا الأثناء، ولكن أعضاء من مستشارين من المعارضة اللي ارتأوا أنهم يخرجوا بتصريحات بخصوص هاد الدورة، واللي كيقولوا أنهم كيعيشوا مجموعة ديال المشاكل في الجامعة ديالهم ومجموعة ديال الحوايج. نخليكم مع واحد من المستشارين ديال المعارضة اللي غيكشف لنا على هاد المشاكل اللي كيعيشوها. واخا السلام عليكم، تحية مجددا. الاسم محمد محسن الصماعي، مستشار بجامعة عين الشقف عن الحزب الاشتراكي الموحد. حنا كنشكلوا واحد التحالف المهم ديال المعارضه بيني وبين الاتحاد الاشتراكي حزب التقدم والشراكيه، وكذلك بعض الاحزاب، يعني بعض المستشارين من بعض الاحزاب. فيما يخص تفاعلنا يعني مع خلاصات يعني ديال المجلس اللي كنشوفوا، هو ان المجلس يعني مازال كيعيش واحد النوع من الهشاشه على المستوى التنظيمي، على المستوى القانوني ما عندوش ربما وعي قانوني. احيانا النقط المدرجه ابرزها مثلا برنامج عمل الجماعه اللي تبرج كنقطه، يعني اللي توضع كنقطه، قدموا لنا برنامج تقريبا الميزانيه ديالو كتوصل ل 50 مليار سنتيم. الجماعه حنا كنعرفوا بان المداخل ديالها محدوده وما عندهاش منين غتجيب، فقط يعني كيتم الركوب على بعض الامواج ديال يعني ديال مشاريع ديال استثمارات اخرى، ربما استثمارات ملكيه او كذا. فبالتالي حنايا كنسجلوا يعني مجموعه من الخروقات. كذلك ان برنامج العمل الجماعه ما شارش لواحد النقطه اساسيه في جميع المحاور، ما شارش مجموعه من النقط. مثلا مساله البناء العشوائي، حنا كنعرفوا بان عين شقف مؤخرا اصبحت يعني تعيش على واقع مافيا العقار يعني منتشره بهذه المنطقه، ربما انتقلت مافيا العقار الموجوده بولا الطيب لعين شقف. كنشوفوا مؤخرا واحد المعامل سريه تقريبا بواحد الشكل مهول كتبنا امام اعين السلطات، كتشكل ربما تهديد للامن البيئي والامن الاجتماعي. لان ملي كنتكلموا على الامن البيئي، على الامن بصفه عامه، يعني كيدخل من ضمنه مجموعه من المسائل بينها الامن البيئي. واش انت يا باغي ترجع لي المنطقه كلها معامل سريه ما تتخرج ضرائب، يعني كتهرب يعني. وكنظن بان هذا المشكل راه شرنا ليه، قلنا بان مافيا العقار راه كاينه بالمنطقه وتواجهنا، ولينا عاوتاني قلناها وحنا كنوليو نعاودوا نقولوها. لان باش مواطن بسيط يبني بيت كيجيو يريبوا له، واحد كيبني معمل ما كيتريبش ليه. هنا كنطرحوا علامه استفهام، واش هاد الشيء هذا معقول، واش ان هكا غادي نزيدوا بالبلاد. هذا هو الجوار. كذلك ثرت مساله ديال النقطه ديال الاوزون، كانت نقطه اخرى ديال اوزون، شركه اوزون اللي خرج واحد الحكم قضائي يعني كيوقف الصفقه ديال الاوزون لان كانت بها خروقات. وحنا اشرنا من الاول، من اول دوره المجلس، بان راه التعامل ديال الجماعه مع التعامل مع شركه اوزون هو تعامل مشبوه، يعني ديجا هما بيناتهم واحد العلاقه مشبوهه بين المجلس وبين شركه اوزون. فبالتالي هنايا حتى في هذه عمليه فتح الاضرفه وقع واحد الخروقات اللي تم طعن طرف الشركه المتنافسه، وهذا الشيء اللي كيبين ان يعني ان فبالتالي المشكل ديال اوزون ان الشركه يعني شركه غير مواطنه. اولا هي حاليا عين شقف تعيش على واحد الوقع ديال الازبال بواحد الشكل مهول، لان هي من بعد الحكم القضائي اللي كان ما كانش ردود او لا تفاعلات او لا ما كملوش يعني الخدمه ديالهم، فقط هما وقفوا العمليه. رغم ان كنعرفوا ان هذه الشركه لمده 6 سنوات او اكثر وهي كتشتغل بالمنطقه وهي كتستفد من خيرات المنطقه ومن اموال الجماعه، فبالتالي تخلات على واحد على الازبال في واحد الفتره حرجه. وهذا الشيء حنا شرنا له في الاول، قلنا بان هذه الشركه راه شركه فاسده ومجموع الفساد منتشر بها، وكذلك منتشر بالمجلس في حد ذاته، لان حنا كنحملوا المسؤوليه للمتعاقدين مع الشركه.
وتدبير المفوض راه ابان على الفشل ديالو. شرنا له مرارا وتكرارا لهذه المساله وحاولنا اننا نعالجوها ولكن بدون يعني بدون اي ردة فعل او كذا. حنا صراحه نسجل يعني هذه النقاط كذلك مجموعه من الخروقات التنظيميه في دورات المجلس. تخيل مثلا التدخلات ديال بعض المستشارين اللي كتكون هي الغرض منها قمع او الاسكات ديالنا كمعارضه ومن كتكلم معاه كيقول لك لا انت فقط باغي دير لنا الفضح السياسي باش تبان امام المواطنين. وانا مهمتي هي انني نفضح الفساد. انت مهمتك تسير المجلس وانا مهمتي نفضح الفساد. هذه مساله عاديه حنايا فواحد يعني فواحد المجلس اللي كيعرف واحد النوع من الهشاشه وفواحد الوضعيه اللي فريمو كارثيه. كنتمنوا ان يتم حل ديال هذا المشكل في اقرب وقت لان صراحه هو المجلس يجب حله بكل البساطه. مجلس مكون من ائتلاف يسيطر عليه الطابع الجاهل طابع الغير معقلان توجد به مشاكل. حنا حاولنا اننا نشيروا لهذه المشاكل في عده فرص حاولنا في عده دورات ولكن للاسف بدون اي جدوى. تحية اوكي نشوفكم ياخذ معنا تصريح. هو يجي عندك هو يجي عندك هو يجي عندك كما كتشوفوا معنا ناخذ مستشار اخر اللي غادي يعطينا تصريح بخصوص هذا فيما يخص كما قلنا غادي ناخذ تصريح اخر من عند واحد مستشار من المعارضه اللي غنتسناوه غادي يجي عندنا ان شاء الله بحول الله الى حين ان شاء الله يسالي المجلس وناخذ عاده الاغلبيه المسيره لهذه الجماعه في حاله الى عطاونا شي تصريح حول هذا انعقاد هذه الدوره وحول ما كيقولوه المعارضه بخصوص هذه الخروقات اللي ذكرهم المستشار كما جاء على اللسان ديالو. لأن قلت الدوره مازال ما سالاتش الدوره باقي ما يمكنش يعطي يهضر معنا الصديق ديالك الاخر نمشيو عنده ان شاء الله. خليك غادي نمشيو عند واحد اخر مستشار اخر اجي معايا مستشار اخر اللي غادي يعطينا تصريح بخصوص هذه الدوره. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد السلام النهاري عن فريق الاستقلال من فريق المعارضه ديال مجلس عنشقه. الدوره ديال الماي مازال ما سالات ولكن يعني الحدود الساعه الدوره شي شويه كنقولوا راه سخونه كاين الاخذ والرد كاين مشاريع يعني النقطه اللي الجوهريه اللي كاينه هي برنامج مشروع برنامج عمل جماعه ديال من 2022 2027 دخلنا شفنا لي ديتاي ديالو بالو لنا بزاف ديال النقاط تما كاينه ولا مشاريع اللي بعادين كل البعد على الجماعه مشاريع كديرهم وزارات ولا مصالح اخرى جماعه منتسبه ليهم ومني كتشوف المشاريع ديال الجماعه كتبان لك المشاريع ديال الجماعه في ذاك البرنامج مشاريع يعني دايرين 86 مشروع الا جيت تشوف المشاريع الحقيقيه والذاتيه ديال الجماعه تلقى 21 مشروع والاخرى هي كتنتسب ليها الجماعه وباش دايره لنا واحد الكونفلاج لذاك البرنامج. بطبيعه الحال حنا وضحنا هذه المساله هذه ان مشاريع ديال مصالح اخرى والوزارات اخرى راه ماشي ديال الجماعه وغدا ولا بعد غدا منين غتجي عندك واحد المندوبيه ديال شي وزاره وتقول لك انا درت لك واحد المشروع الفلاني واش غننتسبوه للجماعه ولا ننتسبوه لذاك الجهه الاخرى. هذه النقطة تقريبا هي هذه النقطة هي اللي خدينا فيها واحد الوقت طويل. كذلك كاين نقاط أخرى راها مازالت حاليا داخل الدورة ولكن الأغلبية ديال النقاط بعيدة كل البعد عن معاناة ديال الساكنة عين الشقف للأسف. كنتمنينا أن المجلس يدرج نقاط اللي يعني خصوصا في الظرفية هذه اللي تقيس المعاناة ديال الساكنة وتلقى لها الحل ويجي لنا المجلس
بحلول باش نرفعوا شويه المعاناه ديال الساكنه. للاسف كنشوفوا دابا شركه المشكل ديال شركه اوزون هو واقف راه لدى المحاكم، كنشوفوا الجامعه غارقه في الازبال، واحد المبادرات طفيفه من المجلس اللي هي زعما لا تليق بالمستوى ديال المجلس ولا ديك الامكانيات اللي عنده باش انه يرفع شي شويه الضرر على الساكنه. للاسف حنا زدنا يعني في هذا المشكل، هضرنا يعني وحطينا افكار ديالنا وطرحنا افكار ديالنا ان المجلس خصو يسخر كل الامكانيات ديالو في هذه الظرفيه هذه الاستثنائيه باش يهز الازبال على الساكنه ديالو. حنا كنشوفوا دابا ناس كتغرق في الازبال والروائح، كلها الدبان كلها الناموس، الناس مرضت بعينيها بهذه الروائح الكريهه. حطينا نقاط هنايا وحطينا لهم افكار كنتمناو يخدموا عليها. كذلك من بين المشاكل انا نهضر على بحكم ان كنسكن في الضفه الثانيه ديال عين الشقف ديال القطب الحضاري وراس الماء بصفه عامه، ان ديك الجهه ما عندها واحد العنايه تقريبا واحد 0.001% مقارنه مع الضفه الثانيه ديال من الضفه الاولى ديال عين الشقف، لدرجه ان ما عندناش ملحقه ديال الجماعه في الضفه الثانيه دراس الماء. بغى السيد وثيقه رشاده السكنه او عقد ديال او شي شهاده خصو يركب من راس الماء لبنسوده، من بنسوده للاطلس، من الاطلس عاد يطلع في الطوبيس هنا للجامعه، يعني ثلاثه المراكب وضيع نهار باش ياخذ وثيقه. ما كاينش ترونسبور. هذو هما بين النقط اللي راه حنا ناقشوهم دابا، اننا خصنا نديروا ترونسبور داخل الجامعه باش يكون التواصل اكثر بين الدوابير والمناطق ديال الجامعه. وكذلك حنا يعني في الالحاح على اغلبيه المجلس انهم يديروا لنا ملحقه في راس الماء. الحشومه وعيب وعار دابا في القرن 21 مازال واحد يمشي اربعه المراكب ولا خمسه باش يجيب واحد الوثيقه. هذا الشيء بزاف، وكنتمناو كنتمنى من المجلس انه كما كنقولوا ياخذ شويه ويرجع له الراس كما كنقولوا، ياخذ هذه المعاناه.